تريح بالك، راح تقدر تحجب 20 رقم من الاتصال بيك وحتى الرسائل. بس اضغط نجمة 310 نجمة الرقم مربع بعدين اتصال ويا زين بالك دوم مرتاح. وأني اشتريت إلي من أبو محمد خط على مودك، خط بكل الكلت عليه وأكثر، رصيد مجاني كل ما أعبي، وفوقها أسعار موحدة لما أتصل لباقي الشبكات وبدون أجور اشتراك. الآن مع خط على مودك الجديد، رصيد مجاني عند كل تعبئة، سعر موحد لجميع الشبكات. يوم خلي اللف علي. اليوم الغداء مالتك علي. أبو سامر، الشايات اليوم علي. حسابك ويا خدمة واصل حسابك من زين، خلي مكالمتك عليهم. للاتصال على حساب مستلم المكالمة بس اضغط نجمة 204 نجمة الرقم مربع بعدين اتصال، ويمكن لمستلم المكالمة قبول دفع تكلفة الاتصال بالضغط على الرقم 1. أقول لك ليش ما سامع بخط على مودك من زين؟ خط واحد يجمع كل هالميزات. هذا الخط يعطيك رصيد مجاني كل ما تعبي، وفوقها يعطيك سعر موحد كل ما تتصل باقي الشبكات بدون أجور اشتراك. صدق؟ طبعاً. الآن مع خط على مودك الجديد، رصيد مجاني عند كل تعبئة، سعر موحد لجميع الشبكات. عندك أرقام تريد تحجبها وترتاح؟ ويا خدمة تريح بالك، راح تقدر تحجب 20 رقم من الاتصال بيك وحتى الرسائل. بس اضغط نجمة 310 نجمة الرقم مربع بعدين اتصال ويا زين بالك دوم مرتاح. مع زين كل ما تشحن أكثر يزيد رصيدك ويكبر. اليوم ويا كل تعبئة رصيد بكارت أبو العشرة راح ترجع لك هدية رصيد مجاني 1000 دينار، والهدية راح تكون أكثر كل ما تعبي بكارت أكبر توصل ل20,000 دينار. للاشتراك مجاناً اتصل على نجمة 345 مربع. اشحن أكثر تحكي أكثر. السلام عليكم. عليكم السلام. أريد أعرف شنو أحسن خط عندك؟ أكو خط يجو يا رصيد 1500 دينار، وأكو خط ينطيك تخفيض على المكالمات الصبح، وأكو خط يجيبيه بمكالمات رخيصة، وأكو خط بتخفيض على الشبكة، وأكو خط. خلينا ناخذ فرن ونرجع لك. خارج الشبكة يعني في حالة حيرة. أي خط تاخذ؟ لحظة، تريد خط بكل المزايا اللي تتمناها وأكثر؟ زين، وشنو رأيك إذا ينطيك هذا الخط رصيد مجاني كل ما تعبيه، وفوقها سعر موحد لجميع الشبكات وبدون أجور اشتراك؟ إي معود، وين ألقى هذا الخط؟ الآن مع خط على مودك الجديد، رصيد مجاني عند كل تعبئة، سعر موحد لجميع الشبكات. خط يجو يا رصيد 1500 دينار، وكو خط ينطيك تخفيض على المكالمات بالليل. بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رفيق. مرحبا أزل. مرحبا متابعي قناة الشرقية، وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع
تخص المدينة وأهل المدينة، لكن بعد الفاصل. بالبداية نذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها مباشرة حتى تطلع ضمن فقرة عيون المدينة. أيضا فيسبوك تويتر اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، والنشرة الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية. وأيضا ننوه إذا كان هناك مشكلة تخص الكهرباء يتم تصويرها مع ذكر العنوان بشكل كامل أيضا حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة وتصل إلى الجهات المعنية في وزارة الكهرباء أو دوائر الكهرباء في المدن العراقية. طيب. إذن نبدأ من أولى مواضيعنا اليوم، برنامج أهل المدينة يتابع قضية عرضناها في برنامج أهل المدينة تقريبا قبل 11 شهر بالضبط، اللي كان تاريخ 17/12/2014، اللي هي قضية الطفل علي اللي قتلته أحدى النساء اللي موجودة بفرحهم ب يعني قضية فلوس وطلب دين ما بينها وبين أهله، وهو الوالد بعثه أنه حتى يجيب الحساب من هذه المرأة، لكن المرأة قامت بخنقة بالفراش وخلتها أنه ما بين الفراش وضمتها لفترة 5 أيام، وبعدين بعد التحقيقات طلعت هذه المرأة هي فعلا قاتلته. واليوم بعد مرور سنة كاملة على هذه القضية المحكمة تحكم على المتهمة بالإعدام شنقا حتى الموت، وأيضا إلى والدة هذه المرأة سنة اللي هي جرم تخفي أو تستر على الجريمة، وأيضا شقيق المتهمة سنة بسنة. لكن أنه أهالي الطفل المغدور اللي هو اسمه علي من أهالي مدينة البصرة صار لهم سنة يطالبون المحكمة بإسراع بالحكم، لكن أنه الحكم قبل فترة يلا صدر، وهم دا يطالبون أنه بتنفيذ حكم الإعدام حتى أنه يأخذون حق ابنهم اللي مغدور. لتفاصيل أكثر سنتابع هذا التقرير وبعدها نرجع لكم مباشرة. الحكم بالنسبة لأمها وأخوها مو حكم عادل هذا، لأن هن غرفتين وعلاو 5 أيام يومهم بالغرفة، وغرفة أمها وأخوها، غرفة أمها قصدي وأختها 5 أيام علاو عتهم نايم بالبيت، يعني لا أقول نظام متلاطم متحاطف هيك يمها وتنام يمها 5 أيام، يعني معقولة هالخمس أيام هاي ما درت أمها ما درت أخوها؟ هن غرفتين بس، وأخوها بصفة غرفتين، وخمس أيام. أول يوم إحنا ودينا لهم قلنا لهم علاو عتكم، وثاني يوم ودينا لهم ودينا على وعدكم، تعني تنحكم ايها، يعني نسميه الحج، احنا نسميه حج على اخلاقه، علاوي علاوي، يعني 9 سنوات عمره، يعني هاي تنحكم سنه، يعني معقوله سنه 5 أيام علاوي وعدها نايم بغرفه تنحكم سنه؟ زين هاي اعدام، عدرينا هسه انحكمت اعدام، اعدام ايش منتظرين بها يعني شنو؟ يعني الاعدام شنو ايش منتظرين بها؟ هاي صار لها سنه كامله. هسا تنفذ حكم الاعدام، صدر حكم الاعدام، ايش وقت الاعدام؟ انا اريد الاعدام يكون باكر مو وراء اصلا، اريد هالسبوح هذا اعدام، لان ابني فقير، ابني طفل، نسميه الحجي، حجي على اخلاقه، يعني يصلب اول ابتدائي، علمته يصلب اول ابتدائي. يعني وسئله بالمطار، قال لهم علاوي شنو؟ شنو ذنبه؟ هسا ما يخالف انا اطلبها 5 ملايين او 6 ملايين او ما اطلبها، يعني على شنو ذنبه؟ يعني ايش منتظرين بها بعد؟ شو يطبعون على وجوهها؟ والله ما أعرف. يعني 9 سنوات شنو ذنبه؟ أنا شنو سويت لكم يلا حتى كتنين ابني ليش؟ وهذا بالنسبة لأمها وأخوها هذا مو قرار مو سنة قليل كلش قليل يعني قليل حيل قليل. كل شخص اللي يقتله نفس بدون ذنب يعني كأنما قاتل الناس جميعا، وهاي
يعني لا سامي يقبل بها ولا الدولة تقبل بها ولا القانون كله ما يقبل بها. احنا نريد نقول هسه هاي الشغلة هاي صار لها سنة ضبط، يعني هلا راح الاسبوع الجاي راح دورة السنة راح نروح لله. زين شنو اللي يسوونه؟ أرد أشوف شني هسه إن حكمتي لكن ما يخالف غير أنا في القرار الإعدام خاطر مثل ما يقول إحنا شوية نرتاح. زين هسه إحنا شلون بالله إحنا عشائر، والعشائر يعني يوم من الأيام أنا عندي نعمة مال ولد، والولد خاف واحد منهم تنهار عصابة يسوي لي الشغلة واحدة من اثنين. من جهة شنو يقول لك أنا ابن كتل بدون ذنب، وابن كتل بدون ذنب يعني شنو هاي؟ لازم إحنا ناخذ حقنا. أنا بيبيته أم أبوه وهو عزيز علينا والله، وهاي السنة لا لينا ليل ولا نهار تنهار، نهارنا كله نبكي وعزيز عندنا وبها وبالضيف حالنا وابن هذا وامه وقواته واخوه وعمامه، وها تشوفون ليش هيكي كونهم هاي عدم كم سنة يحكمونها واخوها، وهي يكون يحكمونها هسه بالاعدام ويشنقونها، ليش هيكي خلونها لا لنا ليل ولا نهارنا نهار وبالضيف حالنا ابوه هذا بالضيف نهاره كله يبكي، كون غير هيكي يا خالة هي الحكومة غير هيكي كون تعدمها يقولون بساعة يحكمونها ويعدمونها. عمامهم بالضيم، أخوالهم، أم خطية هل بالضيم، أبوه، وهتشوف حالنا وهالجدة يطلعون ويمشون والدنيا هتشوفها خاف إنه يشوفوا لهم ماعد ويكتلونه. ترى سنة مدة طويلة، يعني كلش طويلة للحكومة العراقية. يعني أنا بس أريد أناشد الحكومة العراقية، شخص ملقي القبض عليه مشترك بجريمة قتل، والطفل الموجود داخل الغرفة مالته مال النوم وارتكاب الجريمة بشعة، وي التعذيب مالته وي القتل ماله الخنق. يعني ما أدري والله، أنا السنة هاي اللي قاعد حاطينها بالسجن يعني شي يريدون مثل شي يريدون. إذن شاهدنا هذه الفاجعة الأليمة والحادثة الأليمة اللي مرت على هذه العائلة بقتل الطفل البريء اللي هو راح بعمر الورود. هذه كارثة بحق ذاتها، لكن أنه على الجهات المعنية أو القضاء بشكل عام أنه يردع مثل هيك حالات، أنه يخلي منفذي أو مرتكبي هيك جرائم بحق الطفولة أنه يعدم بعد التحقيق مباشرة، أنه خلص إذا ثبتت عليه أنه كل الأدلة أنه هو القاتل وأصدر الحكم به أنه يتنفذ الحكم في نفس المكان اللي قام بارتكاب هذه الجريمة، حتى أنه البقية يأخذون هذا المنظر أو هذه الحادثة عبر لهم وما يكررون مثل هيك أخطاء وما يكررون مثل هيك جرائم زين تحدث بحق الطفولة وتحدث بحق الناس الأبرياء. يعني كثير من الحالات وكثير من الحوادث المؤلمة اللي شاهدناها على مر هذه السنين هي قتل ناس أبرياء وقتل أطفال واغتصاب أطفال وقتل بنات صغار في البصرة وبقية المدن العراقية، لكن تنفيذ الحكم بهم بعد فترة طويلة، لأنه ماكو داعي أنه أنا أخلي مسجون أو متهم بقتل ناس أبرياء أصرف عليه سنة كاملة في السجون وبعدين تجي منظمات حقوق الإنسان أو يصدر عفو من إحدى الجهات المعنية بتغيير رئاسة أو بحدث معين وينطونهم عفاء ويروح دم الناس الأبرياء هدر. فياريت أنه الوزارات المعنية وزارة العدل أو القضاء أنه يكونون مهتمين بهذه القضايا بشكل مباشر حتى أنه على الأقل نحد من ظاهرة انتشار الجريمة بالمدن العراقية. آخر وإلى ملف آخر، إحنا على مدى الأسابيع الماضية كنا قد طرحنا تقريبا في كل حلقة مشكلة خص التربية، كون إحنا مهتمين بهذا الموضوع بشكل كبير منذ الموسم الأول. جمعنا كل هذه المواضيع وقررنا أن يوم السبت مرة أخرى، الهدف يعني دائما نقول الهدف أهل المدينة ليس فقط عرض المشكلة وإنما إرسالها للجهات المعنية، عرضها أو تسليط الضوء عليها لتكون أمام أنظار الجهات المعنية حتى تتابعها. اليوم قررنا أنه مرة أخرى إحنا كون موضوع أو ملف وزارة التربية من أهم الملفات في العراق، كونه هو الأساس في تنشئة الجيل القادم من يقود البلد،
لذلك حاولنا مرة أخرى تجميع كل المواضيع التي تنطرحها مع مواضيع جديدة من أجل أن تكون أمام أنظار وزارة التربية، واتصلنا مع الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية سيدة هديل العامري لكنها اعتذرت. احنا رح نترك الباب مفتوح أيضا، يعني مرة أخرى نقول أنه في أي وقت تحبين تردين على اتصالنا ومتابعة القضايا، وإحنا هذا هو الأهم، إحنا نريد متابعة وزارة التربية كما هي وعدتنا أنه أي موضوع يتم طرحه من قبل أهل المدينة يتم متابعته. لكن إحنا شو نسوي، راح نبدي بين فترة وأخرى نعرض المواضيع، لكن بين كل أسبوع وأسبوع نقوم بتجميعها وعرضها ونتصل بناطق إعلامي، إذا وافقت وما وافقت راح نحاول أن نتصل مع بقية الجهات المعنية حتى لو كانوا أقل مسؤولية أو مركز، لكن نتمنى أن يكون هناك متابعة، ما راح نسكت عنها، نبقى متابعينها. راح احنا نفتح الملف مع أول حالة اللي هي من كركوك. تعرفون أن أهل المدينة مهتم بموضوع ضرب الطلبة، و يعني رفعنا يمكن شعار من الموسم الأول كفى تعنيف للطلبة، استخدام الطرق السلمية والصحيحة من أجل إيصال المعلومة للطلبة. لكن للأسف رغم أنه احنا استطعنا أن نفعل هذا القانون في المدارس، استطعنا من خلال الوزير حتى السابق والحالي التأكيد على عدم ضرب الطلبة، إلا أنه الوزارة أو المدارس عفواً لا زالت تستخدم هذه الظاهرة السلبية اللي المعلمين والمعلمات يدافعون عنها بشكل عجيب. القصة من كركوك يمكن الكثير سمع بيها، لكن احنا أجلناها اليوم السبت حتى يتم الاتصال مع ناطق الإعلامي، لكن للأسف ما قلنا اعتذرت. طالب من كركوك تعرض للضرب من قبل معلمته، يقال أنه كان شجار مع أحد الطلبة، مع أحد زملائه، فالمعلمة معلمة التربية الفنية أخذتهم للإدارة من أجل أنه تعاقبهم. عاقبتهم بسواندة، يعني تخيلوا إحنا يعني مو بالإيد ولا بالمسطرة، وصلنا مرحلة السواندة اللي للأسف أكثر المعلمين والمعلمات يستخدمها في المدارس. بطريق الخطأ بدل ما تضرب إيده المعلمة طيرت عينه. يعني المشكلة هناك دفاع عن هذه القضية، هذه الحيثية بالذات، يعني وإحنا نشوف الصور مرفقة راحت عينه، يقال يعني وصلت لنا من خلال التقرير الطبي. وإحنا الخطأ يعني منذ البداية أنه هي القضية تم استخدام الضرب بصواندة حتى لو كانت على اليدين، فهذه هي تعتبر خرق للقانون، قانون وزارة التربية اللي قالت ممنوع الضرب. إحنا حتى نعرف تفاصيل أكثر شنو اللي صار من هذه القصة، شنو اللي صار بعد هذه الحادثة، ينضم معنا السيد فرحان حسين مدير عام تربية كركوك. مرحبا سيد فرحان. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم. حياك الله سيد فرحان، أكيد عندك علم وأولويات عن كل هذه القضية وما حدث بعد الموضوع، يعني أي تفاصيل جديدة عندك يا ريت تبلغنا بها حتى يتم طرحها أو إيصالها لوزارة التربية وإلى المعنيين وإلى الرأي العام، لأن الناس كلها تسأل عن الطالب. تفضل. أشكركم على هذا الاهتمام. الحادثة حصلت يوم 9/11/2015 يوم الاثنين الماضي، يعني قبل ما يقارب أكثر من 15 يوم. نعم. حصلت هذه الحالة في مدرسة الفراهيد الابتدائية. يعني حقيقة احنا تعودنا بأنه الشرقية باب مفتوح للصدق، فعلينا أن نوضح بكل أمانة. الحالة اللي حصلت أنه أبدا المعلمة لن تأخذ أي طالب إلى الإدارة. بالعكس، إدارة المدرسة من أفضل إدارات المحافظة. طيب. يعني بنفس اليوم اللي سمعنا به اتصلت بولي امر الطالب واتصلت بالاداره، وثاني يوم من الصبح انا ولجنه حقوق الانسان في مجلس المحافظه وموثقه اعلاميا توجهنا الى اداره المدرسه. طيب. الحاله راسا احنا في لحظه تشكلنا لجنه تحقيقيه بعد ما سمعنا اللجنه التحقيقيه ايضا من مشرفين اختصاص. نعم. وهم اختصاص ارشاد تربوي واعضاء في لجنه حقوق الانسان في مديريه تربيه كركوك. تمام. أثبتت الحالة وبإجماع الإدارة وكذلك الطلاب بأن المعلمة ضربت الرحلة، قامت بضرب الرحلة لتهدئة الطلاب. ارتدت الصوندة، نعم كانت تحمل في يدها صوندة وهذه مخالفة. ارتدت الصوندة ولامست الطالب يوسف مؤيد شكر على عيني. طيب. الحقيقة الموضوع أنا اتصلت في يومها ولي أمر الطالب أكد لي أنه الحالة أين الطفل سليمة، هناك نعم أكو جرح هذه ما أقول، لكن ما فيه يعني هذا المشكلة الكبيرة مثل ما سمعنا، لأن بحقيقة ما أخفي عليكم كان هناك تدخل و يعني خلينا نقول تأذيب من الموقف من قبل خال الطفل، ليس الأب ولا الأم ولا طبعا الإدارة مطبقة كل التعليمات ومنها هناك تواقيع لكل ملاك المدرسة.
طيب. في الابتعاد الكلي عن استخدام العنف وخصوصا الضرب. وهذه المعلمة بالتحديد من المعلمات التي وقعنا على هذه الضوابط والنقاط. طيب نرجع بس للمنطق، يعني نحكي منطقيا، نتخيل الصورة اللي حدثت. معقولة صواندة موجودة على الرحلة، معلمة تضرب أو شخص يضرب، تطفر الصواندة وتلامس عين الطفل بحيث أن الطفل مضمد عينه؟ يعني إحنا هم تصعدنا شكل حوادث، يعني هذه هي ضربة مباشرة وليست غير مباشرة منطقيا. يعني أنا يعني منطق شلون يكون؟ نعم ستي العزيزة، أني أحترم المنطق اللي تحكين لي جناب، لكن بكل أساليب الضرب إحنا ما شفنا معلم أو معلمة يضرب الأطفال على عيونهم، خصوصا طلاب الابتدائية. نعم. ممكن يضرب الطفل على ظهره، ممكن على في، لكن مسألة يضرب الطفل على عينه تأكدي، مو لأنه أنا أريد أدافع عن المعلمة ارتكبت خطأ، وهذا الخطأ هي عقوبت عليها، أخذت عقوبة إنذار وعليها أيضا نقل إلى منطقة أبعد رغم خدمتها الطويلة. نعم. ومع العلم كان هناك يعني تراضي. طيب سيد فرحان. سيد فرحان، نقطتين. أول شيء، أولا أنت قلت يعني أنت مدير عام تربية كركوك، تنتمي إلى وزارة التربية، اللي موقع أنه ماكو ضرب، تقول ممكن الضرب على كتفه أو على ظهره على يده. أبداً. أنت قلت من فمك أدينك، أنت اللي قلت. أنا ما قلت مسموح الضرب على ممكن إذا مسموح، قلت ممكن. أنا ما أحكي لك مثال، أحكي لك واقع. نعم. أحكي لك واقع تربوي. طيب. قبل أن أكون مدير عام، أنا كنت مدير إعدادية، ثم كنت مدرس، ثم قبل كنت طالب. طيب. الحالات اللي تحصل في العراق في الضرب اللي موجود، نعم هناك ضرب في المدارس والمديريات، ووزارة التربية جادة في عقوباتها، لكن مثل توصل إنه الإجرام بحق المعلم أن يضرب طفل على عينه. طيب. أنا أجزم إنه هذه حالة غير. طيب نعم. هذا فيما يخص المعلمة، هي شو سوى؟ ماخذ الصواندة إلى داخل الصف، يعني هذا فقط إنه واحد من يشوف الصواندة يحس نفسه إنه داخل في سجن التاج، شنو الموضوع؟ ليش ماخذ الصواندة إلى الصف؟ هي معلمة ومعلمة تربية فنية، المفروض تكون هي يعني الطلاب يحبونها ويحبون والطلبة يحبون الدرس. ليش ماخذ الصواندة وهذه مخالفة مثل ما أنت قلت من البداية؟ هي أسلوبها خطأ. نعم، إحنا نتفق ونسلم بالموضوع بأن المعلمة هي الموقعة على عدم استخدام الضرب، هناك خطأ في إدخال الصواندة إلى الصف، مهما كانت حسب ادعائها أن الطلاب جاي يعني هم الذين جلبوا الصواندة أم هي، هناك خطأ وهذا الخطأ تحاسب عليه. لكن إحنا يجب أن نفرق بين الخطأ وبين الإجرام إلى حد أنه طالب. مثل ما صور انه الطالب مفقود عينه او. طيب نتمنى احنا نعم سيد فرحان حسين مدير عام تربيه كركوك، نتمنى انه التحقيق يكون صادق 100%، ليس الوقوف مع المعلمه، احنا لا ضد المعلمه، لكن هناك حاله صارت في احدى المدارس في كركوك في مدرسه الفراهيدي، وطالب تاذى نفسيا، هسه ما تعورت عينه، ما راحت عينه نفسيا، انه هذا الرعب اللي دخلتوه بالطفل مع ايضا الطلاب البقيه اللي باقي مستمر بطلابنا، طلابنا يروحون خايفين يرجعون خايفين، يروحون حالتهم النفسيه يدخلون المدرسه في اول ابتدائي حالتهم النفسيه جيده، اهلهم هيئينهم لدخول المدرسه، يرجعون يقولون ما رد نداوم. احنا بعدنا سياسه الترهيب، ما عندنا الترغيب، ما عندنا الكلمه طيبه حسنه. للاسف كثير من المواضيع نتمنى انه يكون تربيه وزاره التربيه تسمعنا حاليا وتقوم بالتحقيق بنفسها بهذه القضيه. طيب. إذن نبقى في هذه المجموعه، مجموعه المشاكل التي تخص وزاره التربيه وهي امام انظار وزاره التربيه، لكن نروح لموضوع اخر. قبل اسبوع بالتحديد انه يوم السبت الماضي عرضنا في برنامج اهل المدينه مدرسه المؤمنات الابتدائيه اللي هي في قضاء الكوفه تابعة لمحافظة النجف الأشرف. هذه هي المدرسة اللي مثل ما تشوفوها اللي سوينا الاستطلاع والتقرير على خلفية أنه إدارة المدرسة خلت مسؤوليتها يعني من حماية الطالبات أو أنه ما تعرضت للطالبات أو اللي راح يتعرض لنا في المستقبل من هذه المدرسة اللي هي آيلة للسقوط في مدينة النجف. هذه المدرسة طلبنا من وزارة التربية تكون متابعة لمثل هيك قضايا، ليست فقط أنه بمدينة النجف الأشرف، لكن أنه في بقية المدن كثير من المدارس اللي هي آيلة للسقوط، لكن أنه لحد هذه اللحظة وزارة التربية ومجالس المحافظة اللي دائما ناشدهم من برنامج في المدينة ما يحركون ساكن. اليوم بعد مرور أسبوع كامل، وهذه القضية لو بغير دولة لو بغير مكان بالعالم يمكن لصارت عندهم حالة طوارئ، لأنهم مدرسة يداومون بها طلبة بأعمار الورود من 6 سنوات إلى 12 سنة، فهم بعمر الورود
ويداومون بهذه المدرسة تحت سقوف خاوية، يعني في أي لحظة أنه ممكن تسقط عليهم وتفقدهم أرواحهم. إحنا حتى نتابع القضية ونشوف لي وين وصل بمتابعتها، راح تنضم لنا مدير أعلام تربية النجف الست سناء النعيمي. مرحبا بك ست سناء. أهلا وسهلا بك أخي رأفت. أهلا وسهلا بك. طبعا أرحب بكل المشاهدين بكل أنحاء العراق. أحب أنوه بس إذا تسمحوا لي أنه الصورة اللي ظهرت قبل قليل للمدرسة، أنتوا ظهرتوا بالصورة بس الحمامات اللي بهاي المدرسة. لا إحنا خلي إحنا الحمامات بالمناسبة نعم مغلقة. عفوا ست، بالبداية خلينا نبدي بالقضية، خلينا نبدي بالقضية اللي هي على أساسها انطرح الكتاب، الكتاب اللي هو إدارة المدرسة تخلي مسؤوليتها. أنا ما أعطيتش مجال بس إنه أي. بس انطيني مجال اكمل. أوكي. المدرسه اللي ظهرت قبل شويه هاي كانت حمامات، بس انطيني مجال. هذه حمامات، تعرفين ليش صور الحمامات؟ هاي الحمامات من قبل سنتين وبنت حمامات جديده. اوكي. انتوا لو جايين للتربيه كان ممكن ناخذ مراسلكم الى المدرسه. احنا تعرفين ليش صورنا المدرسه من الخارج وطلعت بها الحمامات؟ لانه اداره المدرسه ما سمحت لنا انه او ما سمحت لفريق عمل برنامج اهل المدينه يدخل داخل المدرسه ويصور. نعم. نعم زين، المديره من اصدرت هذا الكتاب اللي هو تخلي مسؤوليتها، يعني ما رجعت لكم بالقضيه لو ما موجوده؟ اطرح لك، اعطيني مجال. نعم. اعطيني مجال، انا مثل الموضوع بس اعطيني مجال اطرح لك الموضوع. طبعا هذه المدرسه اللي ظهرت قبل قليل هي مدرسه المؤمنات الابتدائيه. طبعا هذه تتكون من مدرستين، مدرسه السياب ومدرسه المؤمنات. نعم مزدوج. المؤمنات بنات والسياب ولد. نعم. دوامهم مزدوج. طبعا حقيقه المدرسه انا جرتها وجارها معاون المدير العام وجارها معاون المحافظ. اطلعنا على الواقع اللي موجود. هذه طبعا الصوره اللي تظهر بالشاشه. نعم. هذه صوره الحمامات اللي تركت قبل سنتين. هذه بوابه المدرسه. طبعا المدرسه هي مو عائله للصقور حقيقه، هي اكو ثلاث صفوف بالطابق الاعلى. نعم. هذه الصفوف تم غلقها لان ظهر الحديد مالت السقف، مو السقف اللي زين. هسه انه انا طيتش مجال، انطيتش مجال انه تحكين. عفوا ست، بس مو انا لضيق وقت البرنامج، لضيق وقت البرنامج وعندنا قضايا اخرى يعني يجب انه انا نناقشها. غلقت هذه الصفوف حقيقه. نعم. احنا اتخذنا اجراء بعد ان خرجت لجنه هندسيه من الابنيه المدرسيه الى المدرسه. نعم. واعلنت انها مدرسه غير عائله للصقور، الطابق الارضي كله ما بي شيء. اوكي، الطابق الارضي جاهز. المديره غير مسؤول، حيث يعني طلبت من الاهالي انه يوقعون على ورقه انه تخلي مسؤوليته هي كمديره. نعم. الاهالي يتحملون المسؤوليه مما سبب ذعر طبعا قد كل الطلبه اللي موجودين هناك، لكن الوضع هو مو بالصوره هذه المزريه. يعني حقيقه برغم هاي كلها، برغم حاجه المحافظه. نعم. الى المدارس. طيب. احنا اخذنا اجراء انه اخلاء المدرسه ونقل الطلبه مثل مدرسه السيار نقلت الى مدرسه عارف البصري صدر امر، ومدرسه المؤمنات الى عارف البصري، ومدرسه السياد الى مدرسه صلاح شربات. يعني الدوام صار مزدوج بغير مدارس. احنا رسمي وزرنا المدرسه وانا عندي تصوير كامل الى داخل المدرسه، اذا يحب مراسلكم يجونا الى الاعلام. زين ست سنة نجي على نقطه. كل الصور اللي احتاجها من داخل هذه الصوره اللي ظهرت هذه. مشكوره على اتخاذ هذا الاجراء من قبلكم من قبل المحافظه. نعم. حمامات جديدة. نعم. ست سنة لو تسمحي لي. اللي مودي المحافظة. الكلام أخذوا عطا، السقوف الفوق. ست سنة. الآن إحنا تركنا السقوف مغلقة. نعم. السقوف مغلقة. نعم. والطابق الأرضي كله كان جاهز للعمل وما بيأكل. جاهز للعمل، أوكي. لكن برغم هذا هسا انت عدتي لي الكلام مره ثانيه. ست سنة لو تسمحي لي خلينا نوقف عند نقطه حتى انه يكون بيناتنا اخذ وعطاء ونوصل الى نتيجه انه نطمن بها الاهالي اللي هم اولياء امور الطلبه اللي في مدرسه المؤمنات. انت ذكرتي انه اتخذتوا من ضمن الاجراءات اللازمه اللي اتخذتوها انه نقلتوا او اخليتوا المدرسه وحولتوا مدرسه المؤمنات الى مدرسه اخرى. طيب احنا شلون نقدر انه نعالج الخطا بخطا انه هي المدرسه اللي نقلتوها مدرسه المؤمنات هي ايضا تلقيها بها دوام مزدوج ثنائي او ثلاثي، فانتم ضفتوا لها مزدوج؟ لا اختارينا. لا زين زين، ليش ما انه اتخذتوا اجراء مستعجل بترميم اعاده تاهيل الصفوف؟ انا اعطيتش مجال. لا
بس انه خليني اكمل اللي اريد اقول لك اياه. المدارس قريبه والمدارس مو متزوجه، المدارس غير متزوجه، فضفنا لهم المدارس اللي عندنا بها زين. مشكله. شنو القضيه؟ شنو الاجراء اللي راح تتخذونه لهذه المدرسه؟ راح تبنوها؟ راح انه تكون اعاده ترميم؟ من واحد الناس انه نبني مدرسه، لان تعرفون الضيقه الماليه اللي يمر بها العراق بصوره عامه. نعم. لكن الضغط الاعلامي طبعا مو بس قناتكم الموقره خربت هاي المشكله. احنا كانت مناشدة حصري لبرنامج اهل المدينة مراسلة البغدادية اتصلت بي شخصيا واني اشكيت لها الموضوع كله وقلت لها انه المدرسة احنا ان متابعين البرنامج انه حتى متابعين البرنامج حتى انه يوصل لهم لانه المناشدة وصلت الطلاب الى الطابق الاعلى. واضح برغم الضغوط. نعم واضح اللي تفضلتي به ست سناء العلي، شكرا لانضمامك لبرنامج اهل المدينه، ويا ريت انه الاجراءات تكون اسرع من الاجراءات اللي اتخذتوها، ويا ريت انه تكون نافعه ومفيده للطلبه والاهالي بشكل افضل، لانه الاجراء اللي اتخذته ما اعتقد انه هو حل جذري، احنا دائما عندنا هذه الحلول او هذه الاجراءات اللازمه اللي نتخذها في كل مكان او في كل دائره. اجراءات احترازيه، طيب بس يعني نقطه هي قالت انه هي المدرسه مو قايله للسقوط، طيب ليش نقلهم؟ مو قايله للسقوط تداوم بها. ليش نقلهم؟ وليش المديره ليش المديره ليش كتبت هذا الكتاب؟ والمديره احنا نشكرها لانه ما المديره وكتابها ووصل الى اهل المدينه من قبل الطلبه كان ما طلعت اي لجنه ولا وصلت للمدرسه. يمكن هذه المديره راح تتعاقب. احنا لنقشمر نفسنا، احنا اذا مو احد يحكي بموضوع بحياه او موت ما نتحرك، تنتظرونها لما ما توقع يلا، احنا ماكو داعي نغش نفسنا بهذه المواضيع. طيب احنا نبقى في ملف وزاره التربيه، نتمنى انه هذا الموضوع ايضا تتدخل به وزاره التربيه، لانه نعرف احنا المديريات خالك عمك وناس يعني تسد على ناس. الموضوع هسه اللي راح نحكي به لا يخص وزاره التربيه بالتحديد، يخصها هي. وزارة التربية كل سنة تطلع قرارات جديدة، احنا نعرف انه سيد محمد اقبال جديد ويريد يثبت كفاءته ووجوده على الساحة، وهذا من حق اي وزير انه يقوم بانه يريد هو يساوي او يقوم برفع مستوى الدراسة، لكن كل شيء الى تخطيط، كل شيء الى دراسة. هالسنة صاروا قرارات جديدة من ضمنها موضوع الخامس وتقسيمه، والعام كان الرابع إعدادي كورسات، ويعني كثير من القرارات. هالسنة قرار أنه تغيير المناهج أو بعض المناهج، قرروا الموضوع وبلغوا الطلبة أنه هذا المنهج قديم وبعد ما حد درسه، وجابوا لهم مناهج جديدة وصار طباعة عدد محدد ووزعوا لهم، فالمعلم أو المدرس ملزم انه يدرسهم بالكتاب المنهج الجديد مو القديم. الطلبه يشكروا انه ماكو كتب لحد الان، كثير من الطلبه ما عندهم كتب ومناهج جديده طبعا جديده، لان والله وزاره التربيه لحد الان تقول مو يمنا الموضوع وانما يم وزاره الماليه هي لحد الان متاخره بالطباعه. المفروض انه انتم تطبعون كتب تصير عندكم بالعدد الكافي والزياده وتقومون بعدين باصدار قرار انه احنا تم تغيير المنهج. نريد وزاره التربيه ايضا ترد علينا، لكن الست هديل اليوم مشغوله، ان شاء الله احنا يعني نتابع في الحلقات القادمه و جاوبنا حول هذا الموضوع، أن الناس اللي حد الآن الطلبة دايخين بالموضوع ما يعرفون شو يسوون بدون كتب جديدة. هذا الموضوع آخر يهم وزارة التربية ويهم الطلبة اللي هم النازحين واللي امتحنوا خارج العراق في الأردن في عمان، امتحنوا وأدوا الامتحاناتهم في شهر التاسع، وهذه المناشدة وصلت لنا من مجموعة من الطلاب اللي هم تم حجب نتائجهم لأسباب غير معروفة ومجهولة. الطلاب اللي امتحنوا بشهر التاسع في الأردن حالهم حال الطلاب اللي امتحنوا بتركيا وبقية الدول المجاورة، أدوا امتحاناتهم اللي هي البكالوريا، لكن أنه بعد فترة طلعت النتائج، لكن مو نتائج الكل، البعض منهم طلع مثل ما ذكروا أنه أخ وأخته، واحد طلعت نتيجته والثاني محجوبة، أو بعد ورا فترة امتحنوا الدور الثاني وكذلك هم إجابتي محجوبة. هسه أصدرت وزارة التربية كتاب لكل مديريات التربية ما عدا مديريات تربية إقليم كردستان أنه الموضوع بعد مو من حق الطلبة اللي محجوبة نتائجهم يراجعون التربية ويسألون عنها ويعتبروهم راسبين لهذا العام اللي هو عام 2014-2015، فياريت وزارة التربية تعيد النظر بهذا القرار حتى أنه تشمل الطلبة ولو ما أعرف بشنو تشملهم، لأنه حتى الدور الثالث أنه انتهى وخلص أنه طلعت النتائج وطلعت القبولات وانتهى هذا العام الدراسي 2014-2015 وبلشنا بالعام الدراسي 15-16. يعني هذه أخطاء، شنو ذنب الطلبة اللي امتحنوا وهم نازحين؟ ويمكن من ضمن المناشدة يقولون أنه والله بنسألهم يقولون لأنه أنتم من أهل بغداد ورحتوا امتحنتوا هناك، بغداد المفروض أن تمتحنوا
نحن البغداد، لكن انه النتائج مو الكل انحجبت، طلعت لي ناس هم ايضا ممتحنين من بغداد في الاردن والنصف الاخر ما طلعت لهم، فهذه ايضا خطا كبير يحسب على وزاره التربيه ب يا اما انه من البدايه تلغي موضوع الامتحانات خارج العراق وتخليهم يرجعون الى العراق الى المناطق الامنه ويمتحنون يادون امتحاناتهم، يا اما انه يقول لهم يابا انتم ما دام انه سافرتوا الى الاردن فما لكم حق تمتحنون وتعتبرون راسبين بالشكل النهائي. يا ريت انه يعيدون النظر بهذه الاخطاء، وان شاء الله السنه القادمه ما تتكرر ونحل موضوع النازحين بشكل مباشر ونخليهم انه ما يخسرون بعد اكثر واكثر دراسه بسبب هذه الاوضاع الامنيه والاخطاء اللي ترتكبها بعض الوزارات والدوائر الحكوميه. طيب يعني هسه ملف وزارة التربية، إن شاء الله إحنا الأيام القادمة ننتظر رد وزارة التربية حول الموضوع. نروح إلى موضوع آخر وفقرة أخرى، قوانين المدينة. نعرف اليوم سبت، اليوم قانوننا قانون جديد، كثير من المطالبات، كثير من خلينا نقول دول العالم التي حاولت أن ترتقي بشعبها بأهلها بناسها تضع قوانين حتى لأبسط الأمور، من ضمنها وضع غرامات ومحاسبة كل من يرمي النفايات في الشارع. احنا نعرف من السيارة واحد يرمي نفايات، من باب بيته إذا عنده بناء يرمي مخلفات البناء، بيطلع يرمي النفايات. احنا نعرف انه هي موضوع بي انه مفروض البلديات ايضا تعمل، لكن يبقى انه المواطن يجب ان يكون حريص، يروح للمتنزهات العامة يترك نفاياته ويمشي. لو كان هناك كاميرات مراقبة تراقب كل شارع كان هناك مخالفات وغرامات، كان احنا قللنا من موضوع النفايات او انتشار النفايات في الشارع وتعاوننا جميعا احنا شعب، او انه الانسان اذا مو فد شيء سلطه فوقه وقانون لا يستطيع ان ينفذ او يمشي صح. احنا حتى نفهم هل هناك قانون يتم يعني ونطالب بتفعيله، ام نطالب بسن قانون من اجل وضع غرامات ومحاسبه كل يعني كل من يرمي النفايات في الشارع. ينضم معنا سيد جمال سلمان مدير بلديه الكراده حتى احنا نفهم، ما عنده حقيقه ما ندري احنا عندنا قانون لو ما عندنا. مرحبا سيد جمال. مرحبا سيد جمال. السلام عليكم بكم وبال ان شاء الله مستمعيكم. نعم. قناتكم الكريمه. نعم. وكادركم الكريم. حياك الله وشكرا لانضمامك. احنا عندنا قانون يضع غرامات ويحاسب كل من يرمي النفايات في الشارع. هل عندنا في العراق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا امانه بغداد مؤسسه عملاقه طبعا. مؤسسه عمرها عقود المسلمين، لابد ان تتعامل بقوانين وبقرارات، فشيء طبيعي. يعني احنا عندنا قرار 296 هذا يتحتم الغرامه الفوريه والغرامه على كل من يرمي النفايات باوقات او بشكل عشوائي نحدد له الغرامه، وهاي تبقى صلاحيه المدير من 250 الى 10 ملايين. هاي ضمن ضوابط نتعامل بها وهي المخالفات الموجوده بالزقه او بالشوارع، وهاي نتفاعل وياها نتعامل وياها. حبيت على اتمنى كنت اسجل المخالفات الموجوده والغرامات اللي حددناها باتجاه هذا. طيب سيد جمعه، من خلال المبلغ يبدو انه مو على افراد، يعني يجوز محال، مشاريع او مصانع، احنا نحكي على افراد، يعني يفتح مثلا، انا اعتقد انه هناك يعني يمكن المرور الى ايضا دخل بالقضيه، من يرمي النفايات مثلا من نافذه سيارة أو سيارة. من يمشي. نعم. هو بالطريق. نعم. ويرمي النفايات. نعم. بالأماكن العامة أيضا يرمون النفايات. نعم. ويتركونها الناس. هل هناك مخالفات للشخص للفرد وليس مصانع وليس محلات، يعني مو المخلفات الكبيرة، هي نبدي احنا. نعم. من الصغيرة ونقدر احنا نحافظ على. نعم. مدينتنا بشكل. صحيح. كامل. نعم. هل هناك؟ احنا طبعا عندنا كان تنسيق ويا الاخوان في دارة مرور الصافر نجي معنا شخصيا، يعني كان عندنا في اللقاء. نعم. وحتى بلغنا السيطرات، يعني رمي عن طريق النافذه عن طريق الالات الخاص في موسم الصيف. نعم. رمي القنان المي بشكل شبكي حبر الجزات الوسطيه. صح. مع. نعم. الاسف يعني حتى تجي من الطبقه المثقفه، يعني طبعا نوقفهم واحكي وياهم اشوفه فد انسان مثقف، انسان اما واصل مرحله من المراحل الاجتماعيه ومرحله اكاديميه واعي، يعني متاسف. نعم. متاسف في هذه الحاله. هذا المواطن نفسه. نعم. المواطن هذا نفسه والله بس يطلع حدود مدينه بغداد يوصل الى اقليم كردستان ويطلع اي دوله عربيه او دوله اسلاميه او دوله اوروبيه يتعامل ضمن القوانين لهذه الدوله اللي يزورها. لان اكو قانون. هاي الحاله. نعم. مع الاسف احنا عندنا في هذا البلد. نعم. يتجرد من بعض، يتجرد من وطنيته او يتجرد من عراقيته، ونتمنى المواطن. طيب. له دور صحيح. طيب مو احنا يعني يمكن تتفق ويانا سيد جمال، احنا البشر. نعم. يعني بصوره عامه من يكون قانون، من يكون هناك عقوبه، يكون هناك رادع. احنا يعني ها شو نسوي بعد، هذا تكوين البشر هكذا، فالعراق جزء او العراقي هو ايضا بشر،
احنا انت تقول بالدول الثانيه يلتزم لنا اكو قانون، هل لدينا قانون راجع مثل هؤلاء؟ يعني اللي يذب قنينه اكو شيء يصوره او احد يبلغ عنه يخالفه مباشره، مخالفه سواء مروريه او مخالفه من قبل البلديه ويتم محاسبته وتغريمه 25,000 مثلا، ما اعتقد يعيدها مره اخرى. هل هناك قانون عندنا؟ لو احنا هسه نطالب بسم قانون. لا لا لا، عندنا اكو قانون على وين دواء او حتى طيب. دواء المفارج للقوات الامنيه طيب. يعني كانت تنسيق ويا قياده عمليه الاسترداد اي مخالفات تصير عن طريق الطريق مثلا طيب. حموله سياره مثلا شايله نفايات او شايله انقاض في الشادر، يعني السيطرات الامنيه من صلاحيتها ان توقف وتحجز. بس ماكو هذا الشيء على ارض الواقع ويخم. سيد جمال ماكو يعني موجودة. احنا موجود نطبقها احنا بصراحه في الكرادة نطبقها بشكل فعال، يعني الاخوان في دائره المرور الاخوان حتى قاطع الشرطه الوطنيه يعني بس بالكرادة يعني. احنا نريد قانون عام يعني يصدر مثلا من مجلس نواب، من حكومه مركزيه، من امانه بغداد نفسها. نعم قانون رادع للكل، قانون واضح وصريح. هذا وياك انا وياك اكثر قانون بحن لما تفتقر، يعني حضرتك تدعفين حاله مدينه بغداد اكو فيها حالات من التجاوز، حالات من العشوائيه، يعني السوق هذا السوق طيب. بعض الاسواق الشعبيه التي تفز بشكل عشوائي بشكل غير منتظم، حاويات خلال 24 ساعه فازوا المسلمين بشكل عشوائي، يعني محددين حتى اوقات الاليه في رفع هذه الحاويات طيب. بس معلش المواطن يبدي يرمي يبدي يخالف بس سؤال، يعني المواطن شنو دوره؟ يعني صح انه يجوز عندنا بعض الاخفاق او عندنا بعض السلبيه. نعم سيد نعم سيد جمال سلمان مدير بلديه الكراده، انا اعتذر منك لان الوقت قصير، لكن يبدو انه احنا حتى لو عندنا قانون هو ضعيف والناس ما تدري به ويحتاج الى تطبيق وتفعيل على ارض الواقع. ان شاء الله بالايام الجايه راح نحاول انه نشرحها بشكل مفصل حتى الناس تعرف انه احنا عندنا قانون يحاسبهم من يرمون نفايات في الشارع. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، اتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، في امان الله. اذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء. ما زالت انفرادات